هو أول سرير طبي من نوعه في الجزائر، مصنع من الورق المقوى، سرير صديق للبيئة أنشأته شركة تغليف خاصة لتزويد المستشفيات بها عبر مختلف أنحاء الوطن، كهبة مجانية وحل عملي وسريع، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات جراء الموجة الثالثة من فيروس كورونا. التوزيع لحد الآن هذه 36 ساعة اللي بدينا في التوزيع، رانا واصلين 200 سرير، ولا برودكسيون اللي اون كور بور دوتر اوبيتو كي سون دو بسكرا دو تلمسان دو تيزي وزو دو الجي، وحنا نمشيو على حسب الطلبيات اللي تجينا. نحاولوا في قدر الامكانيات تاعنا نلبيو هذه الطلبات هذه، لهذا احنا نطلبوا يعني اعانه الى ممكن ما عند الزملاء صانعين الكرتون. الأسرة هذه قادرة على تحمل حمولة معتبرة تصل إلى 200 كيلوغرام، ويمكن استعمالها مرة واحدة فقط، لكنها قابلة للتدوير وإعادة الرسكلة. السرير يتكون من عدة أطراف، وين من الكرتون المموج، يعني الكرتون أندولي. بحقيقة الأمر هو فيه ستركتور كي تري سوليد اون تيرم دو كروازيون. ابري يا لو ديكور يقدر يرفد جوسكا 200 كيلو. الخصوصيه تاع هذا السرير هو سرير ايزوج اونيك، يعني ما لازمش نوتيليزوه بور ان اوتر مالاد. المجمع الخاص شرع في توزيع اكثر من 150 سريرا عبر مستشفيات وهران وتلمسان، في انتظار قادم الايام اين ستصل الاسره لكافه ولايات الغرب حتى ولايه بسكرة شرقا حسب أولوية الطلب.